مساء الخير ومساء الفل على حضراتكم، يا رب الجميع يكون بألف خير وسعادة. كالعادة لأول مرة تتابعني أتمنى تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، قربنا قوي من 100 ألف. ما زلنا مستمرين في رحلة الوصول ل100 ألف مشترك، وأوعدكم وقتها الوضع يختلف تماما. لكن لو بتابعني باستمرار فأنا أكيد بشكرك على المتابعة وأتمنى تعمل لايك على الفيديو ده. الفيديو يا جماعة النهاردة مختلف جدا، شعاره يا مثبت العقل يا رب، هو شعاره كده يا مثبت العقل يا رب. النهارده هكلمكم على موضوع كوميدي جدا، والناس دي يا جماعه بصراحه مسلين قوي، يعني الناس دي مسلين جدا والمحتوى بتاعهم بقى جميل، بقى دمه خفيف جدا. النهارده تخيل كده ان انا نمت وقمت اتفاجئت فجاه كده لحظه كده يعني لوهله ان كلمه سير مش طلعت مغربيه. اه والله تخيل بقى، ما طلعتش مغربيه ابدا خالص، طلعت جزائريه، وطلع المغاربه واخدينها من الجزائر. هو انا اللي بقول الكلام ده؟ للاسف مش انا اللي بقول الكلام ده، صفحة جزائرية كبيرة جدا بتقول لك ان كلمة سير كلمة اساسا جزائرية، وعامل لك بقى حبك عليها. تعالى اوريك بس كاتب ايه. بيقول لك ايه بقى؟ عبارة سير التي تحاول المغاربة اخذها، هم قال لنا لفظ تاني يعني، هي في الاصل تعود لنادي زك الحنطور، مش عارف ايه زق الحنطور اللي ما بيقولوا ده، العريق في ولاية تبسة. ايه الكلام الغريب ده؟ انا ما اعرفش طبعا الولايه ديت، ولا عارف الولايه التبسه، ولا زك الحنطور، ولا الحاجات الغريبه دي. انا اعرف زق الحنطور، لكن ايه زك الحنطور ده؟ وبقول لك عباره سير هي في الاصل تعود لنادي زك الحنطور. نادي اسمه زك الحنطور، اسمه كده زك الحنطور ليه يا ابن الحناطير؟ دي انتهت من زمان. احنا الحنطور عندنا في مصر عباره كده عن بتاع حصان وبتاع، اكيد انتوا بتشوفوه في الافلام المصريه القديمه، وناس قاعده كده في بتاع زي الكوشه كده لونها اسود وبيمشي بينا تك تك، ده الحنطور. لكن زك الحنطور ده اول مره اسمع عنه. فبيقول لك ان سير بتنتمي لزك الحنطور ده. تخيل المغربي نفسه ما يعرفش والله، وانا كمان ما اعرفش، بس قد ايه انتوا لطاف جدا وبتقترعوا جدا يا ابني يا حبيبي يا ضنايا. وما طبعا انا خايف والله العظيم اطلع انا كمان جزائري وانا ما اعرفش، يعني دي تبقى مفاجاه ومصيبه بالنسبه لي، انام اقوم الاقي نفسي جزائري وما حدش كان قايل لي، واطلع ليا اصول جزائريه او انا نفسي جزائري، او دلوقتي انا عايش في الجزائر وانا ممكن ما حدش قال لي ولا حاجه. طبعا يا جماعه يمكن يعني اللي عايز منهم يفهم يفهم او اي حاجه. بص يا حبيبي، عباره سير ديت هي كلمه اصلا باللهجه المغربيه، هي كلمه باللهجه اللي يابا الحاج مغربيه، ودي معناها زي ما احنا عارفين سير 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 سير، معناها ايه؟ الى الامام، يعني سير الى الامام. بيقول لك استعملها لاول مره وليد الرجراجي في وقت سابق عندما كان مدربا للوداد الرياضي، الوداد العريق الوينرز، لتساهم في تربعه على عرش القاره السمراء بعد التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا. يعني كان بيقولها مع فريق الوداد، قديمه قوي يا الحاج، قديمه جدا. وبعد كده خد الجمله دي معاه مع منتخب اسود الاطلس، اللي بالمناسبه قلت اسود الاطلس برضو اساسها جزائري، وفي الاخر جابوا لك حفريه تاكد ان اسد الاطلس من 100 ألف سنه اساسا فاتوا، من 100 ألف سنه فاتوا. واللي عرفته حتى الصور اللي انا عرضتها كانت صور مغاربه اساسا، وانتوا حاطينها على صفحتكم، فانا خدتها وقلت ده الدليل بتاع الجزائر، طلعوا في الاخر دول مغاربه. اللي هو كانوا في صور قديمه قوي كده يقول لك شخص واقف مع اسد الاطلس وبتاع، طلعت دي صوره للمغاربه اساسا. ما علينا. فدي كلمه كان واخدها اللي اخترعها اصلا وليد الرجراجي. ولا انت هتطلع الرجراجي كمان راجل؟ اه ما انت قلت ان هو تلميذ مدير فني جمال بالماضي. ما نسينا، ما هو لما كان تلميذ وليد الرجراجي، لما كان تلميذ جمال بالماضي سمع جمال بالماضي بيقول سير، فوليد الرجراجي خدها رجع بها المغرب قالها للناس، وما اعترفش بقى ان هو واخدها من نادي اركب الحنطور اللي بيقولوا عليه ده، نادي اركب الحنطور اللي هو ايه؟ زك الحنطور. تمام؟ ده يعني ايه فيها؟ ما علينا ما علينا ما علينا. فايه رايك في اللي انا بقوله ده؟ ممكن يكون مقنع اكتر، خدها وروح حطها عندك على البيج. انا بتكلم الاخ بتاع الصفحه الجزائريه ده، خد القصه دي جميله، مش انتوا بتقولوا ان وليد الرجراجي تلميذ جمال بالماضي؟ خد القصه دي بقى، جمال بالماضي لما كان وليد الرجراجي تلميذه في الجزائر سمعه وهو بيقول على كلمه سير، سمعها قام خدها راح بقى نشرها في المغرب، والمغاربه كلهم قعدوا يقولوها. دي ممكن تبقى مقنعه اكتر، صح؟ والله يا جماعه الواحد تعب ما عارف يقول ايه ولا ايه، بس خلينا نضحك خلينا نضحك. يعني انا زي ما قلت لك انا خايف والله يطلع، انا اصلا عايش في الجزائر دلوقتي وانا ما اعرفش وما حدش قايل لي، يمكن انا في الجزائر دلوقتي اساسا كل حاجه جزائر جزائر جزائر، سير وزك الحنطور ولا ركب الحنطور، ربنا يهدي الحال.
ده كان خبر سريع، مستني تقولوا رايكم على الكلام ده. انا عارف ان خلاص انتوا يعني بقيتوا بتتفرجوا على الحاجات دي وتضحكوا، لو اوريكم التعليقات والله يعني هتفطسوا ضحك. ولكن مش عايز اطول الفيديو ده اكتر من كده، ولكن عايز اقول لهم انه حظهم وحش قوي الادمن دول، ان اللي بيعلق على كلامهم مصريين، واحنا اصلا ملوك التعليق وملوك القلش. هو حظكم بقى العلاقه بقت جميله ما بين المصري والمغربي، فاحنا اللي بقينا بنرد. صباحك فل يا كبير، تحياتي ليكم، ما تنسوش لايك على الفيديو ده واشتراك في القناه، وان شاء الله معاكم في كل ما هو جديد. السلام عليكم.